السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم رامي أحمد. النهاردة هنتكلم موضوع كلامنا عن أوكرانيا. حابب إن أنا أتكلم عن أوكرانيا ليه وعشان إيه، وده لأن أنا أصلا يعني مريت بتجربة شخصية في دولة أوكرانيا، وحابب إن أنا أنقل بعض المعلومات اللي أنا مريت بيها لعلها تفيد بعض العرب، وتكون بإذن الله معلومات مفيدة ومثمرة بالنسبة للسادة اللي هم هيستمعوا للمعلومات اللي هقولها واللي هتكلم عليها النهاردة. حابب أعرفكم بدولة أوكرانيا، إن أوكرانيا مش مملكة ولكنها إن هي جمهورية، فهي بتسمى جمهورية أوكرانيا. الاسم ليها يوكرين بالإنجليزي، أوكرانيا بالأوكراني أو بالروسي، وإحنا بنقولها أوكرانيا برضك، يعني قريبة مننا كلغة عربية. نعرف ان احنا لازم نعرف ان اوكرانيا دولة شرق اوروبية، موجودة تقريبا في سنتر الاتحاد الاوروبي، سنتر قارة اوروبا، اسف، سنتر قارة اوروبا. بالنسبة تعالوا نستعرض خريطة الدولة الاوكرانية، فين موجودة بالضبط على الخريطة للقارة الاوروبية. اول حاجة من الشمال بيلاروسيا، ومن الشمال الغربي، من الشمال الغربي روسيا، الاتحاد السوفيتي، روسيا، جمهورية روسيا. نيجي من ناحية الشرق، واخدة عندنا الحدود بتاعتها بولندا وسلوفاكيا والمجر، بولندا وسلوفاكيا والمجر، كل دولة واخدة منها جزء شوية على الحدود بتاعتها، واخدة منها جزء من الحدود. بالنسبة للجنوب عندنا رومانيا، وبالنسبة للجنوب الغربي الجنوب الشرقي ليها واخدة برضك مولدوفا. مولدوفا مش اتحاد اوروبي. عندنا بولندا، سلوفاكيا، المجر، ورومانيا دول دخلت الاتحاد الاوروبي، مولدوفا مش في الاتحاد الاوروبي، ودي موجودة مولدوفا في الجنوب الشرقي اللي في الخريطة الاوكرانية. عندها بحرين، بحر في الجنوب الشرقي ايضا قريب أمو الجنوب الشرقي، وده اسمه بحر الأزوف، سي اوف أزوف أو أزوفسكا موري زي ما بيسموه هنا، والبحر الأسود في الجنوب أو البلاك سي أو بيسموه التشورني موري باللغة الروسية. العاصمة ليها كييف، ودي أكبر المدن فيها. اللغة الرسمية بتاعتهم، في اللغة الرسمية بتاعتهم الأوكرانية، ودي بيتكلمها حوالي 77%. اللغات اللي تليها اللغة الروسية بنسبة 17%، ولكن معظم الشعب بنسبة 90% بيتكلم اللغة الروسية، ولذلك لأن أوكرانيا كانت دولة من دول الاتحاد السوفيتي السابق قبل ما يتفكك. تمام. عدد اللغات الأخرى في حوالي 13 لغة أخرى، في عندنا اللغة اليونانية، الإيطالية، العربية، الأرمنية وما إلى ذلك من اللغات، دي بتشكل حوالي 5% من اللغة. العيد الوطني ليها أو عيد الاستقلال 22/8/1991، وده تاريخ استقلالها عن الاتحاد السوفيتي. يبقى العيد الوطني ليها يوم 22/8، 22 أغسطس، ده عيد الاستقلال أو الاندبندنس داي، ده يوم الاستقلال بتاعه. البرلمان في الوقت الحالي أقر إن اللغة الأوفيشال لانجويج، اللغة الرسمية، تكون الأوكرانية والروسية. لكن أحب أوضح حاجة مهمة جدا، إن أنت لو ترجمت اضطريت إنك تترجم ورق باللغة الروسية، وحبيت إن أنت تقدم الورق في داخل الدولة الأوكرانية، هيضطر يقول لك إحنا آسفين، اللغة الرسمية اللغة الأوكرانية، غير ترجمة الورق للغة الأوكرانية وتعال لنا تاني. هتقول له طب انتوا عندكم البرلمان ومش البرلمان والكلام ده، مش هيديك اي اهتمام لاي كلام. فاحنا بنقول اللغة الرسمية، خلي دايما ورقك بيترجم باللغة الاوكرانية، ترجمة صحيحة. مهم جدا، هنتكلم في الفترة الجاية بإذن الله في الحلقة الجاية عن الترجمة الصحيحة، وليه بقول لكم ترجمة صحيحة للغة الاوكرانية، وهقول لكم ليه، لان بتبقى فيه اخطاء كتير.